تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على حي الشفاء بالكامل ووصلت إلى ضفة نهر دجلة، كما أكدت قيادة عمليات نينوى في بيان لها أن قوات مكافحة الإرهاب استعادت سوق الشعارين ومنطقتي نبي جرجيس وعبد خوب في المدينة القديمة، معلنة أن إعلان النصر النهائي بات وشيكا. قال مصدر عسكري إن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق وضع خطة لتحرير قضائي الحويجة وتل عفر، مؤكدا أن في حال صدور الأوامر ستكون القوات الأمنية على أتم الاستعداد للمشاركة في أي عمليات ضد تنظيم داعش. أضاف المصدر أن القوات العراقية ضيقت الخناق على تنظيم داعش الذي بات محاصرا في ثلاث مناطق في مدينة الموصل. شن أفراد داعش هجوما مضادا ضد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة، وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن القتال محصور على أطراف حي الصناعة وإنها تمكنت من صد الهجوم. صد الجيش الوطني اليمني أمس الجمعة هجوما معاكسا للميليشيات على جبهة صرواح، وتمكن بدعم من طائرات قوات التحالف العربي من السيطرة على موقع النصيب الأحمر الاستراتيجي وأجزاء كبيرة من طريق صرواح صنعاء. وتشير التطورات الميدانية إلى أنه لم يتبقى الكثير لاستعادة مأرب بالكامل، لا سيما بعد بسط الجيش الوطني السيطرة على منطقة النصيب الأحمر، فيما كبد الميليشيات خسائر بعد أن حاولت استعادة مواقع استراتيجية كانت الشرعية تقدمت إليها. وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة على خفض نحو 600 مليون دولار من الميزانية المقبلة المخصصة لقوات حفظ السلام، بضغط من الولايات المتحدة الراغبة في خفض تمويل المنظمة الدولية. ومهمات الأمم المتحدة الأكثر تأثراً بهذا الخفض في الميزانية ستكون في هايتي ودارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فالمهمات في هذه البلدان الثلاثة هي الأكثر كلفة، وأيد الاتحاد الأوروبي الخفض الذي تمت الموافقة عليه. تبحث منصة التدوين المصغرة تويتر إمكانية إضافة ميزة جديدة تتيح من خلالها للمستخدمين الإبلاغ عن التغريدات التي تحتوي معلومات مضللة أو كاذبة أو ضارة، وما تزال هذه الميزة ضمن مرحلة النموذج الأولي، كما أنه قد لا يجري إطلاقها أبداً، وتعد هذه الميزة جزءا من المعركة التي تقودها الشركة ضد الاعتداء المتفشي على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها. نهاية الموجز، في أمان الله.